نزار النعيم رحمة الله عليه نعش يعيد المتاريس. ضيوفي داخل الاستديو الأستاذ محمد حنين عضو لجنة التنظيم والعمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير، أهلا بك. أهلا وسهلا. أيضا عبر الهاتف أرحب بالأستاذ سالم عبد الغني فضل خال الشهيد نزار النعيم وممثل الأسرة، أهلا بك. أستاذ سالم أرحب بك. طيب، إلى أن يعود إلينا عبر الهاتف الأستاذ سالم، أبدأ أولا ببيان الشرطة الصادر أمس الذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، رئاسة قوات الشرطة، الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، المكتب الصحفي. بيان توضيحي: تتقدم رئاسة قوات الشرطة بأحر التعازي لأسرة وذوي وزملاء المرحوم جندي سابقا نزار النعيم فرج الله، سائلين الله له الرحمة والمغفرة. وتود رئاسة قوات الشرطة أن توضح الآتي: التحق المرحوم بقوات الشرطة في شهر مايو من العام 2016 وعمل بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بتاريخ 16 من يونيو عام 2019. غاب المرحوم عن العمل وتم تشكيل محكمة شرطة غير إيجازية في مواجهته، وحكم عليه غيابيا بحضور محاميه بالفصل من الخدمة وفقا لنص المادة 63 من قانون الشرطة، وذلك بتاريخ 30 من اكتوبر العام 2019. نكرر تعازينا لأسرته وزملائه، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب أستاذ محمد، يعني كيف يمكن أن نقرأ هذا البيان؟ هل هو تبرؤ من الرجل؟ الرحمة والخلود للشرطي نزار النعيم، نتمنى أن روحه تضعط لرب العالمين بكل سلام ومحبة وحرية وعدالة زي ما كان بينشد نزار النعيم في خلال مشاركته للسوار طيلة فترة ثورة ديسمبر المجيدة. بيان الشرطة أنا بعتقد أنه هو ممكن يكون لحد ما ممتاز نوعا ما، كون أنه هو وضح انتماء نزار ليه ووضح ملابسات محاكمته والحكم الغيابي في الشرطي نزار. بس أنا كان بالنسبة لي الشرطة هي كان مفترض تشير، لأنه فعليا الموت كان غامض في ظروف غامضة جدا جدا وراءه ملابسات كثيرة. الملابسات دي الشرطة هي كان حقا انها تتوعد انها حتفك طلاسم الملابسات دي وتصل لحتة كويسة. طيب، يعني هل نزار فعليا كان شاهدا في بعض القضايا؟ حسب الانباء اللي بتجي من الناس الاغارب لنزار النعيم، كان بتقول انه هو من اول يوم خالف فيه التعليمات بانه يضرب السوار في منطقه العباسيه. هو كان بيقول انه هو عارف الناس اللي بيضربوا منه، عارف انه منو قتل عبد العظيم، كان بيقول ليه الناس اللي هم قريبين لنزار. في تسجيل صوتي انتشر في الاسافير في الفتره اللي فاتت دي بيتكلم فيه نزار عن انه هو يملك دلائل مهمه جدا جدا وحيدلبها في محكمته اللي هو اصلا ما حضرها واختفى فيها وظهر جثمان في جمهوريه مصر العربيه. نعم. طيب، عبر الهاتف أرحب بالأستاذ سالم عبد الغني فضل خال الشهيد نزار النعيم وممثل الأسرة، أهلا بك. أستاذ سالم إن كنت تسمعني. أيوة، نعم معك. أهلا بك، نرحب بك على الهواء مباشرة في برنامج دائرة الحدث وحديثنا عن الشهيد نزار النعيم رحمة الله عليه. أولا نتقدم إليكم بأحر التعازي. الو، نعم، انت معي على الهواء مباشره استاذ نزار. انا سالم عبد الغني فضل قال الشهيد نزار النعيم فرج الله. اهلا بك. أيوة. ارحب بك ونحن على الهواء مباشره الان. اولا نتقدم اليكم بالتعازي في فقيدكم الشرطي نزار النعيم رحمه الله عليه. نبدأ مباشرة في ما يخص ملابسات وفاته وعن حديثي عن أنه كان شاهدا في بعض القضايا، هل فعليا كان الشرطي نزار النعيم كان فعليا شاهدا في بعض القضايا؟ طيب، يبدو أنه فقدنا الاتصال. رئيس الوزراء أصدر قرار أيضا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الوفاة، هذا يؤكد انه في ملابسات الوفاه يمكن ان تطال بعض الشبهات. بالتاكيد كل الظروف الواقعه قدامنا الليله بتقول انه الوفاه هي في ظروف قامضه، حتى انه كل الناس اللي كانوا قريبين له وفي من ما طلع من الخرطوم هنا لحد ما وصل مصر بيقول انه هو ما كان مصاب باي حاجه، كان كويس وسليم، سافر مصر.
أقوال بتقول إنه هو سافر جمهورية مصر هربا من الملاحقات اللي بتلاقوه بشكل يومي في حياته اليومية. الناس بتتكلم عن مضايقات حصلت له قبل ما يطلع من هنا، وطلوعه هو زاد وكان نتيجة للمضايقات والممارسات اللي كان بتقدم تجاهه. ده بيعني بتأكيد إنه هو الظروف الوفاة في ظروف غامضة، ممكن يكون وراها جريمة. دي حاجة كل الناس لسه عارفاها، بس الناس في انتظار نتيجة التشريح اللي هتطلع خلال الأيام اللي فاتت. السيد رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة من أربعة، من مشاركة وزير العدل والنائب العام والسيد وزير الصحة، وهم كلهم أرسلوا وكلاءهم وأشرفوا عليه مسألة التشريح من بدايتها لنهايتها بمشاركة لجنة العمل الميداني وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير. كانوا قاعدين لحد ما انتهت عملية التشريح، لحد ما تم دفن الجثمان، والآن الناس في انتظار نتيجة التشريح اللي إذا أكدت أنه هناك جريمة ففي التأكيد إحنا في قوى إعلان الحرية والتغيير والحكومة هنكون شديدي الحسم في الحاجة دي، ما حنجامل بأي طريقة، هنحاول نصل نفيق طلاسم الجريمة دي بأسرع وقت ونحاسب كل المتورطين في القضية إن شاء الله. طيب يعني على أي أساس تم اعتماد الفرضية؟ يعني أنتوا كلجنة عمل ميداني كان في احتجاجات في الشوارع من لجان المقاومة باعتبار هذه الشبهة، على أي أساس يعني تم اعتماد هذه الفرضية؟ الاحتجاجات اللي كانت في الشارع بالنسبة لي هي نتيجة لحاجة طبيعية جدا جدا، نفس الاحتجاجات في الشارع دي نفس هي ذات سقطت عمر البشير، ونفس الاحتجاجات هي كانت أساس لثورة ديسمبر، حاجة طبيعية جدا جدا نتيجة الغبن. الافتراضات اللي احنا بنشوفها نتيجة للحاجات صاحبت حياة نزار أو تسلسل مراحل الحياة اللي بتحصل له من ثورة ديسمبر لحد الليلة كلها، بتقول إنه هو أصلا كان مهدد إنه تحصل له حاجة ويتعرض لأي مضايقات. فنتيجة اللي ده الناس كلها هسه بتفتكر إنه هو نزار بيتكلم، يعني واحدة من وصايا نزار النعيم لأسرته إنه هو لما إذا تفاه الله إن شاء الله يمر جسمانه بشارع على 40. ده بيأكد انه هو نزار كان عارف نفسه في خطر، كان عارف نفسه انه حيتعرض لشيء ما كان معروفه، بس 200 يحصل الغدر حصلت الحاجه دي، وده خلانا احنا نكون قاعدين في المزرعه بتاعت الشبهه ما بين الجريمه والشبهه بتاعت الموت الطبيعي، خصوصا انه التقرير الصادر من مصر ما فيه توضيح كثير غير انه طيب يعني هو برضه كان مريض، فاحتمال يكون هو برضه عارف انه هو قد يحدث له تحدث وفاه نتيجه المرض. ربما يكون الموت طبيعي، دي حاجة احنا ممكن ربما يكون طبيعي، لكن انا بقول لك المجريات بتاعت الاحداث السابقة عملية وفاته هي اللي بتخلي الناس انها تخوض. نعم احنا طبعا معنا التقرير من دولة مصر اللي بيتحدث عن سبب الوفاة اللي هو نتيجة التهاب رئوي حاد. طيب اعود الى سالم عبد الغني فضل خال الشهيد نزار النعيم عبر الهاتف، ان كنت تسمعني ارحب بك على الهواء مباشرة، اهلا بك استاذ سالم. استاذ سالم عبد الغني، اهلا بك ورحب بك على الهواء مباشره. نتحدث هنا عن قضيه الشرطي نزار النعيم. انتم كاسره يعني بالنسبه لكم ما هي ملابسات هذه الحادثه؟ نعم استاذ سالم. طيب فقدنا الاتصال للأسف للمرة الثالثة. طيب نتائج التشريح في مصر والسودان بالنسبة لك أنت مقنعة ممكن تكون؟ حتى الآن نتيجة التشريح في السودان لحد الآن ما طلعت النتيجة. أمس كان آخر كلام يتقال من إدارة مشرحة أندرمان إنه حتتشال العينات برقابة تامة من لجنة أطباء السودان المركزية وبرقابة من السيد النائب العام. حتتخطى في معامل محددة نسبة، لأنه بعض العينات اللي عندها علاقة بالسموم ما بتتعامل في كل المعامل، فبتعمل في معامل محددة، حتكون تحت رغابة لجنة طباء السودان المركزية ولجنة مشكلة من السيد النائب العام، فيها الطب الشرعي وفيها مسرح الجريمة وفيها لجنة طباء السودان المركزية، فحنتظر النتائج بعد ذاك ممكن لكل زمان قوله. طيب إذا صحت الفرضية أنه مات مسموم رحمة الله عليه قبل ما يسافر، يعني بالنسبة لك الحصول على بيانات المسافر المتهم سهلة لأنه المعبر الحدودي عبوره بتطلب وثيقة سفر، فإذا كان الشخص اللي سممه إذا صحت هذه الفرضية يعني يمكن أن تصل إليه السلطات؟
نحن نؤمن تماما انه ما في جريمه كامله. في كل الحالات حيكون احنا عندنا الطرق اللي حتخلينا نصل لو طرف خيط للمساله دي. احنا ما بنجزم الان انه هو مات مسمم، مات مطعون، حقنه، كل الاقاويل اللي بتتقال دي حتى الان احنا بالنسبه لنا دي هي عباره عن افتراضات. اذا صحت هذه الافتراضات حتتشكل طبعا لجنه التحقيق اللي يتكلم عنها السيد وكيل النائب العام يتكلم عنها، حتشكل لجنه التحقيق وحتحرص على انها في مده محدده تحل طلاسم القضيه دي وتعرف كل الناس اللي عندهم صله بالاجراءات وحتصل لنتيجه، وان شاء الله حيكون المصاص هو نهايه قفل هذا الملف ان شاء الله. نعم. طيب يعني اخيرا يعني متى يمكن او متى نتوقع ان تخرج الينا او يخرج الينا التقرير؟ في اقل من اسبوع ان شاء الله. في اقل من اسبوع. نعم. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد حنين عضو لجنه التنظيم والعمل الميداني بقوه اعلان الحريه والتغيير. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.